بجانب زمايلك في الفريق اللي كانوا بيحترموك ويحبوك، انا اعلم جيدا انه جماهير النادي المصري بتحبك جدا وبتتعامل معاك كويس جدا، كانت علاقتك ايه بجماهير النادي المصري وقت ما كنت بتلعب مع الفريق؟ نعم، كما قلت حين جئت إلى فريق المصري، في اللحظة التي وصلت فيها إلى المصري كان لدي علاقات مع لاعبي الدفاع، وبعض المشجعين جاءوا وكانوا يريدون أن يدفعوا لي الأموال وأن تعطونني هدايا، ولكن بعد هذا أصبحت سعيدا جدا في النادي وأصبحوا المشجعين في منتهى اللطف معي، ولم أكن أقول لهم ما الذي يحدث داخل النادي، ولكنهم كانوا يشعرون أن الأمور تجري على ما يرام. وحين كان لدي مشكلة مع علي ماهر كانوا يراني المشجعين أتدرب وأقول لهم القصة طويلة، وكانوا يتساءلون ما الذي يحدث في النادي، ما الذي يحدث، لماذا يتم معاملتك بهذا الشكل. لذا أعتقد أن هذا كان الوقت المناسب بالنسبة لي أن أخبرهم عما يحدث، وكان الأمر يتعلق بقضية العقد. لدي كل شيء، أستطيع أن أذهب إلى الفيفيا على سبيل المثال وأستطيع أن أطالب بأموالي. أعتقد أن شكوتي للفيفا سوف تؤثر على النادي، وأنا لا أرحب بهذا. حين تقابلت مع السيد المحافظ كان يدفعني دائما للأمام ويعملني معاملة جيدة، ولا أعتقد أن هذا ما الذي يجب أن أفعله.